الله يسلمك. اخبار؟ ده سعيد جدا جدا، بيعني لي الكثير وبيعني لي دليل كبير على النجاح ان يعني ان ابقى موجود في مكان عريق زي ساحه الفناء وسط جمهور متذوق للفن بشكل كبير. الجمهور المغربي من زمان وهو جمهور متذوق للفن ومقدر للفن بشكل كبير، فشرف عظيم لاي فنان ان هو يقف قدام الجمهور المغربي. انت متوقع انك تحقق هذا النجاح في المغرب؟ والله يعني وما توفيقي الا بالله، يعني انا عندي ثقه في الله ان انا لسه ما حققتش النجاح اللي بتمناه كمان، يعني لسه في المغرب. يعني اهلي يعني طبعا نجاح عظيم، هو الجمهور المغربي بيدعمني من زمان جدا جدا منذ بدايتي يعني.